مصطفى عبد الجواد كشري، انا مسؤول في الصحه المدرسيه بالبيادات القصير الصحيه. وطبعا بمناسبه دخول الامتحانات وحرصنا على صحه اولادنا، هنقول بس شويه كلام بسيط كده عن الاجراءات الاحترازيه في اثناء الامتحان. يفضل ان كل طالب ليه كمامته الخاصه، ويكون معاه الاكل الازازه الميه بتاعته، ما يشربش من زميله، ما ياكلش اكل من زميله، ومعاه الكحول بتاعه الخاص بيه. واحنا من طرفنا في الاداره التعليميه يعني هتوزع كحول على كل المدارس، بس احنا بنقول يعني احتياطيا كل طالب يكون محدود شخصيه وحده. واللي يفضل ان كل اب وكل ام يحرص ان ابن الطالب او الطالبه يكون يفطر على الاقل، يعني حاجه بسيطه جدا، يفطر جوه طالع الامتحان عشان يبقى عنده قدره ذهنيه على حل الامتحان. وان شاء الله احنا يهمنا كلنا ان ابننا في ظل ظروف الحالات كورونا كوفيد 19، ان شاء الله باذن الله ما فيش اي عندنا حالات للطلبه حتى الان، ما فيش حالات للطلبه تماما في القصير خالص، وده على مسؤوليتي بقوله، ما فيش اي حالات في القصير تماما لاصابه الكورونا. وانا يوميا احنا قاعدين في الامتحانات، وفي يعني ما فيش اي طلبه عندهم في القصير كلها اي كورونا خالص، او حتى حاله شبيهه حتى بالكورونا. بنطمن كل اهالينا ان شاء الله باذن الله صحه اولادنا في عينينا، وان شاء الله باذن الله انا همر يوميا على جميع المدارس، يوميا على جميع المدارس في اجراءات صحيات موجوده. ان شاء الله لو في اي مشكله مع اي طالب صحي او اي استفسار انا موجوده معاكم في اي وقت، لان طبعا دول اولادنا ويهمنا كل وقت نهتم بصحه اولادنا. ومع تحيات مصطفى عبد الجواد.